أول رسالة أنا أريد أوصلها للغربيين هو أن الموسيقى العربية من أعرق الموسيقات في العالم، وخاصة آلة العود اللي هي تسمى يعني الرسول والمساجي بالفرنسوية اللي وصل هذه الموسيقى هذه للغرب. وخاصة احنا نعيش في سنة 2013، هي سنة تلاقح الثقافات وتلاقح الموسيقات، ولذا بالنسبة لي أنا نحاول قدر الإمكان أن نوصل الموسيقى العربية لأذن الغربية لكي يشعروا بالقوة وبعظمة هذه الموسيقى هذه. التفاعل صعب لأنه في الموسيقى العربية في خصوصيات، مثلا مش نحكيه على أشياء يعني تقنية، لكن في مثلا الربع التون هذا مش موجود في الموسيقى الغربية الحالية، موجود كان في القرون الوسطى قبل ما في عصر النهضة كانت موجودة الربع التون، لكن بعدين تحسمت الأمور وأصبحت الأذن الغربية صعبة أن تفهم الموسيقى هذه، ولذا أنا حاولت أن نسهلها بطريقة أكثر ممكن تسهيل، حتى في ألحاني يعني يكون موسيقات ما فيهاش موجودة الربع التون، وإلا نحاول يعني بطريقة ذكية إدخال ربع التون للموسيقى لكي تتعود الأذن الغربية للموسيقى العربية. والله في السؤال هذا في العديد من الخواطر. أنا رأيي الخاص أنه أولاً لازم نتلاقى، لازم يكون يعني نتلاقاو بالموسيقات الأخرى ونحاول نعمل الخطوة الأولى، لأنه في العديد من العازفين والملحنين يقعدوا يعني في بوتقة ومغلوق عليهم في بلدانهم وإلا حتى في ألحانهم، لكن لازم نحاولوا حتى في نفس الألحان نحاولوا نقدموها بطريقة تكون مفهومة أكثر وسلسة وسهلة. مثلا في مصر فيما السيد درويش اللي كان أنا من أعظم الملحنين في مصر، هو متأثر بالمدرسة الإيطالية في الليريك الأوبرا، وفي ألحانه حاول يعني يقدمها بطريقة سهلة 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 اللي تتلقاها كل الجماهير.